الست اللي قاعده بتعيط في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده كانت مقتنعه ان السحر اللي عملته مرات ابنها كان السبب الرئيسي في موته. محمد مظلوم السبب مراتك. وعايز اقول لكم ان القضيه دي من القضايا اللي هزت الراي العام في كفر الشيخ، عشان الناس ما كانوش عارفين هل فعلا الجاني شيطان ولا في الحقيقه مسحور. بس عشان ما اطولش عليكم وندخل في الحكايه على طول، عندي طلبين: اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدا في القصة. في التسعينات اخين توأم اتولدوا في محافظة كفر الشيخ في مصر، واحد باسم طلحة فتحي والتاني باسم محمد فتحي، وكانوا ساكنين قدام بعض في نفس العمارة في عزبة بقرية اسحاقة، وكانت علاقتهم حلوة جدا ببعض عشان هما كانوا حرفيا بيساعدوا بعض في كل حاجة وعمر ما كان بينهم اي مشاكل. ولكن العلاقة الحلوة دي انتهت لما الاخين دول اتجوزوا، عشان من اول هنا وهم ابتدوا يتخانقوا كتير، وممكن مرات يكون الخلاف على اتفه الاسباب. ولكن مع انهم كانوا بيتخانقوا على طول، الخناقات الحقيقيه كانت ما بين محمد ومرات اخوه اللي اسمها زوزو نبيل، والخلافات دي فضلت تزيد لغايه 24 سبتمبر 2022 لما مره واحده محمد اخو جوزها وقف قدام باب بيتهم وكان عمال يشتمه بالفاظ بشعه جدا. يوم 24 يوم السبت انا جاي من الغيط، كنت بجمع، جيت لقيتهم بيتناشفوا كلام سوا بيشتموا بعض جوزي وسيلفي، قمت جاي زقاه وانا داخله كده وقلت له اغز الشيطان، وقفلت علينا الباب. بص لقيت اللي واقف بره يقول له اطلع لي لو انت راجل، وخبط بالسكينه كده على السرير ويقول له لو انت راجل اطلع، لو انت راجل اطلع، يقول لي سامعه سامعه، اقول له مفيش حاجه، وكان بيحاول يكسر الباب عليهم كمان. وغير كده كان معاه سكينة وبيهدده انه هو هيموته بيها، وما كانش بيهدده هو بس، عشان كان بيهدد انه بعد ما يموته هيموت عياله وبعدها هيقتل نفسه. ولكن بعد شوية وقت الخناقة هديت ومحمد مشي من قدام البيت، وساعتها طلحة ومراته ما كانوش عارفين هو دخل بيته ولا هو راح فين اصلا، وفضلت الدنيا هادية لغاية لما الساعة 5 العصر جات، وساعتها الراجل اللي دهن بيت طلحة اتصل بيه وقال له ان هو محتاج فلوسه النهاردة عشان كان عليهم حوالي 1000 جنيه او حاجة زي كده. وطبعا في الاول طلحة كان عايز ينزل يحاسبه بنفسه، بس مراته قالت له ان هي اللي هتنزل تديله الفلوس مكانه، عشان خايفة ان هو لو نزل ممكن يشوف اخوه في الطريق وتحصل بينهم خناقة تانية. قلت له لا ما تنزلش انت، انا هنزلاني ماشي عشان خاطر ايه، لو اخوك واقف ولا كده هيخاف يكلمني. بس في الاخر طلحة شاف ان هو اللي لازم ينزل عشان هو راجل البيت، وساعتها مراته طلعت البلكونة عشان تبص عليه، وفعلا هو نزل تحت البيت وقعد يتكلم مع الصنايعي حوالي ربع ساعة كده. ولكن مرة واحدة وهو خلاص يدوبك هيخش العمارة، مراته سمعت باب بيت اخوه وهو بيتقفل، وشافت محمد وهو بيجري ناحية طلحة وكان معاه السكينة اللي كان ناوي يخلص عليه بيها. وفي اللحظة دي طلحة بصله وقال له انت ناوي تقتل اخوك؟ وساعتها محمد رد عليه وقال له انت ولا اخويا ولا عرفك، وابتدى يجري ورا اخوه في الشارع بالسكينة لغاية لما عرف يمسكه، وساعتها ابتدت الخناقة ما بينهم. الخناقة كانت كبيرة لدرجة ان كل الناس ابتدت تتلم حواليهم، وساعتها فعلا نجحوا ان هم يفرقوهم عن بعض. بس اول لما محمد هدي طلحة طلع بيته تاني، بس قبل ما يوصل عند الباب اخوه طلع وراه بسرعة وابتدوا يتخانقوا تاني على السلم، وساعتها مراته جريت على الباب عشان تدخل جوزها بسرعة. انا لما جيت ازق في الباب كان قافله عليا، خايف عليا، قال لما نموت احنا الاثنين اخويا خاين، لما نموت احنا الاثنين مين اللي هيربي عيالنا؟ بقيت ازق في الباب ازق في الباب لحد ما خلعت اللي هي الحديدة اللي هي بتاعت اللي هي بتحط فيها الكولون العادي، مش الكولون اللي هي الكمبيوتر دلوقتي، لا لا ده هو كولون عادي. بس عقبال ما فتحت الباب شافت جوزها مطعون طعنه قويه في صدره ومحمد فوقيه، وطبعا الاخ بعد ما استوعب اللي عمله جري واختفى تماما. وعايز اقول لكم ان مراته مش لوحدها هي اللي شافت المنظر ده، عشان عيالهم كمان شافوا ابوهم على الارض وهو كان غرقان في دمه. اولادي ربنا ما يكتب محد الاولاد شافوه، عمرها ما تتمسح من ذاكرتهم العمر كله اللي هم شافوه. وطبعا ساعتها الناس كلها اتلمت ونزلوه من فوق واتصلوا بالاسعاف عشان يحاولوا يلحقوه، بس لما وصلوا بيه المستشفى كان في حاله حرجه جدا، والدكاتره قالت ساعتها ان جاله نزيف شديد في القلب والطحال لدرجه ان هم استخدموا 17 كيس دم في العمليات عشان يعرفوا يلحقوه. ولكن للاسف بعد يومين طلحه اتوفى. اقول له ربنا يرحمك ويخلي لي عيالك والعمر اللي خده منك يدي لعيالك ويقويني واجيب لك حقك.
وفي 26 سبتمبر البوليس جاله بلاغ من مستشفى كفر الشيخ، وكانوا بيقولوا ان في راجل وصل عندهم، ومن الواضح ان كان في حد هجم عليه بنيه ان هو يقتله. وساعتها البلاغ ده وصل لمدير امن كفر الشيخ، وساعتها البوليس راح وابتدوا الاجراءات القانونيه زي انهم يحققوا مع اهله اللي كانوا موجودين في المستشفى ساعتها. وساعتها مراته حكت على كل حاجه هي شافتها يوم الحادثه، وبعدها على طول الشرطه ابتدت تدور على محمد، وفعلا بعد ساعات عرفوا يقبضوا عليه، وساعتها بلغوا النيابه العامه. ولكن لما بداوا التحقيق معاه هو انكر كل الكلام اللي قالته مرات اخوه، وقال ان هو اصلا في الاساس كان رايح يتكلم معاه عشان يشتكي من مراته ويقول له على كل الشتايم والمشاكل التانية اللي بتحصل ما بينهم. وقال ساعتها ان طلحه هو اللي كان معاه السكينه في الاول وكان عايز يهجم عليه بيها، وكل اللي عمله انه كان بيدافع عن نفسه. وبعد ما خلصوا التحقيق معاه النيابه ودت اوراقه لمحكمه جنايات كفر الشيخ عشان هم كانوا شايفين ان محمد كان بيخطط يقتل اخوه من فتره، وغير كده ما كانوش شايفين ان كل ده مجرد دفاع عن النفس زي ما محمد بيقول. وفعلا المحاكمة بدأت في القضية دي. قسما بالله العظيم ثلاثة مرات ضايع عندي شغل. قسما بالله العظيم أنا مظلوم وكل يوم بشرب في نفسي وأسأل المساجد يا سيدة الأرض هتنقذهم يا سيدة الأرض. وزي ما قلتلكوا في الاول مرات طلحه قالت على تفاصيل الجريمه كلها عشان هي كانت شاهده على اللي حصل بعينها. اللي حصل شتيمه وضخوت على الباب؟ اه. على باب شقتكم؟ اه. ساكنين فوق ولا تحت؟ الشقتين جنب بعض في ثاني دور. يعني هتقولوا ايه؟ يعني قال له اعمل ايه بس؟ قال له هاتي لك وهاخد حبايه غلب. انا من يوم ما رحت هم يعني بعدها بفتره كانوا على طول بيتشكوا على اي حاجه. وحكت برضو ان من كتر المشاكل اللي ما بينهم محمد مره عورها في ايديها وخلاها تاخد 11 غرزه ساعتها، بس في كل مره هي كانت عايزه تبلغ البوليس عنه جوزها كان بيهديها عشان برضو هم في الاخر نسب واخوات. ومن بعدها ابتدى يطلع كلام في الصحف والنت بيقول ان السبب الرئيسي ورا الجريمه دي كان الورث، وزي ما انتوا عارفين مشاكل الورث ممكن توصل فعلا للخيانه والقتل، ولكن مراته نفت الكلام ده. انا سامع على النت امبارح بيقولوا ورث ومش ورث لا بالعكس ده تربيه غلط مش ورث. وهنا القضيه راحت لحته تانية خالص عشان الام قالت ان السبب الرئيسي في المشاكل دي كلها كانت مرات طلحه، وعشان برضه عمر ما كان بين الاخوات دول غير المحبه والاخوه، فايه اللي ممكن يحصل عشان يوصلوا لدرجه ان حد يقتل التاني. حبايبي محمد مظلوم، هي اللي نزلت فيه شتم وعيال ما كانوا بيكرهوا بعضهم ابدا ابدا، هي اللي حطت النار فيهم. وهنا الام قالت ان زوزو من ساعه ما دخلت حياه طلحه ما كانش فيه غير المشاكل ما بينهم، وقالت انها كانت بتعمل سحر وشعوذه وبتروح لشيوخ عشان تفرق الاخين دول عن بعض، ومش الاخين بس، عشان قالت ان المشاكل بتحصل ما بين زوزو واي ست محمد كان بيتجوزها. والام قالت في المحاكمه برضو ان زوزو كانت كل شويه بتهددها وتقول لها ان هي هتحرق قلبها على اولادها الاثنين وانها بتكرههم من ساعه لما دخلت بيتهم، وغير كده كانت بتشتمها وتضربها كمان. وطبعا لما الكلام ده اتقال محمد قال ان هو كان بيشوف مرات اخوه بترش حاجه ما بين بيتهم وبيته. هي بتاعت في البيت المشاكل كلها من يوم ما حصلت لي ان مرات اخوه كل ما اجي اتجوز ترش له ميه على السلم وتعمل لي عملت تحفيش لي اللي انا اتجوزت. اتجوزت واحده من كفر الشيخ تحفيشت له وبقت تمسك فيها وتعمل لي اعمال وكتابه وتمسك فيها وتقول مش هخلي لك مره اوعدك ان مفيش مره هتعيش لو قلت لك انا عايشه في البيت وانا اللي هاخد كل حاجه. وان دايما لما بتحصل اي مشكله مرات طلحه هي اللي بتيجي وتشتمه وتبهدله قدام الناس كلها، ولما راح اتكلم مع اخوه عشان يحلوا المشكله دي رفع عليه سلاح وكان عايز يموته. وطبعا غير الكلام ده كله الام كانت عماله تعيط جامد. انا ام وانا اللي في الكاويه والحظر هي لحبايبي ده مظلوم محمد مظلوم والله. وانها دلوقتي خسرت واحد منهم ومش عايزه تخسر التاني. وقالت برضو ان هم لو قرروا فعلا يحكموا عليه يا ريت يحكموا عليه بالرحمه. وساعتها زوزو اتكلمت تاني وقالت ان ولادها عمرهم ما هينسوا المنظر اللي شافوه قدام بيتهم، لدرجه ان فتحي ابن طلحه الكبير كان بيقول لامه ان هو هياخد حق ابوه من عمه. وعايز اقول لكم ان القضيه دي فضلت 10 شهور كاملين، والموضوع اتشهر جدا ساعتها لدرجه ان هم طلعوا على القضيه دي اسم، والاسم ده كان قابيل وهابيل كفر الشيخ، عشان الناس ساعتها ما كانتش عارفه تقف مع مين، هل يقفوا مع الام اللي خسرت ابنها وعلى وشك ان هي تخسر التاني، ولا يكونوا في صف زوزو اللي بقت ارمله ودلوقتي المفروض تربي 4 عيال لوحدها، كل ده عشان اخوه اللي كانت نيته مش كويسه من الاول.
وفي 10 يوليو 2023 قررت محكمة جنايات كفر الشيخ إنها هتحول أوراق القضية لمفتي الجمهورية. وعايز أقول لكم إن جلسة الحكم هتتنطق يوم 14 أغسطس 2023، وطبعا ده معناه إن محمد ممكن يتحكم عليه بالإعدام. وبعد ما المحاكمة خلصت، مراد طلحة كانت عمالة تعيط من الفرحة. عشان حست انها مظلومة في القضية دي، وكانت حاسة ان هي هتخسر قدام عيلة جوزها المتوفي، وكانت بتدعي لحماتها عشان هي في الاول وفي الاخر ام، واكيد عارفة احساس انك مش بس تخسر طفل واحد، انت ممكن تخسر الاتنين. بس هي في الاخر كانت شايفة ان هي خلاص جابت حق جوزها، وان هي تقدر دلوقتي تاخد عزاء. ولكن انا هنا عايز اسألكم، انتوا في اني صف في القضية دي؟ هل فعلا مراته مظلومة وكل ده كلام عشان يخلوا القضية تروح لحتة تانية، ولا الأم بتقول الحقيقة ومراد طلحة فعلا عندها جانب مظلم محدش فينا يعرفه ومحدش فينا صدقها؟ هحب جدا أعرف إجاباتكم، فياريت تسيبوها لي في الكومنتات تحت، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.